السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في ثاني حلقات برنامجكم ألوان، واللي قدم لكم فقرات ممتعة وشيقة. مشاهدينا الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم ألوان. مشاهدينا الأعزاء وأصدقائي الأطفال في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في ثاني حلقات برنامج ألوان عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. أصدقائي الأطفال، نحن في كل حلقة نحب أن نستعرض مجموعة من المواهب كإلقاء الشعر والإنشاد والغناء وأيضا التقاط الصور، ولا ننسى الفنون العمانية. فهذه رسالة نقدمها لكل طفل يحمل موهبة ويود أن يشاركنا في البرنامج، ما عليه إلا أن يتواصل معنا. من اسمك؟ سبأ. سبأ، انت مين؟ عطينا اسمك بالكامل. سبأ سعد مبشر رعدة. والنعم فيك يا صديقتنا سبأ. كم عمرك يا سبأ؟ 10. العمر كله. ايش عندك مواهب هوايات؟ السباحة والرسم. السباحة والرسم، مواهبك جميلة ورائعة. دام انك تحب السباحة اكيد ما تخافي من المي، صح؟ صح. من علمك السباحة؟ عمي. عمك؟ سلمي على عمك، قولي له شكرا عمي لانك علمتني السباحة. شكرا يا عمي انك علمتني السباحة. وخبرتيني بعد تحبي الرسم، ايش تحبي ترسمي بالضبط؟ الزهور والفراشات والجبال والبحر. رسمتي جبل اتين؟ نعم. بتراوينا يوم الايام الرسمة؟ نعم. اهلا اهلا يا بطل، عرفنا عليك. محمد. اهلا فيك يا محمد، من وين؟ صلالة. اهلا فيك، عرفنا على مواهبك وهواياتك. الرسم، السباحة، الرماية. ما شاء الله عندك ثلاث مواهب واحتاج لهم قوة هذه المواهب، صح ولا لا؟ صح. طيب مدام انك قلت لنا عندك موهبة الرماية، علمنا كيف سوي، نمثل، كيف نحن نقدر نسوي هذه الموهبة؟ ويحتاج لها دقة وتركيز؟ اكيد. أري قري 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 قراري ياري ياري يارا، أري قري 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 قراري ياري ياري يارا، أري ياري يارا. مدرستي يا حياتي، مدرستي يا حياتي، ماشي وبيت كتابي مرتاح وصاف البال، ماشي وبيت كتابي مرتاح وصاف البال. نادوا علي أصحابي نلعب جر الحبا، نلعب جر الحبا. أري قري 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 قراري ياري ياري يارا، أري قري 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 قراري ياري ياري يارا، أري ياري يارا. مدرستي يا حياتي، مدرستي يا حياتي، يا فرحة ماما وبابا خلتني مثل الخير، يا فرحة ماما وبابا خلتني مثل الخير. Thank you.
بما أننا نحن الحين في ثاني حلقات برنامج ألوان، ياليت يا زميلي محمد تخبرنا عن الفقرات اللي راح نتناولها. بالتأكيد زميلتي أصايل، معنا باقة منوعة من الفقرات والمحطات، معنا فقرة إنشاد وفقرة الرسم على الوجه، وبالإضافة إلى المسابقات المخصصة للأطفال. وفي حلقة اليوم مشاهدينا سنشاهد معا فن من الفنون التي تشتهر بها محافظة ظفار، فكونوا معنا. أعزائي الأطفال، يومياً معنا جولات سياحية وثقافية وترفيهية، واليوم أصدقائي سوف تكون جولتنا في مكان رائع وشيق ويحمل صور نادرة، ونتمنى من جميع من يتابعنا أن يقوم بزيارة هذا المعرض. متابعة شيقة. أصدقائي، نحن الآن في معرض عمان أرض الصداقة والسلام، تابعوا جولتنا. معرض عمان أرض الصداقة والسلام به مجموعة من الصور لأبينا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. هذه الصور تم التقاطها أثناء الجولات الكريمة لسلطان البلاد المفدى في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى زياراته الخارجية. صور تحمل معاني حب القائد لشعبه، تحمل معاني الألفة والحنان، تظهر لنا العطاء الذي قدمه هذا القائد المفدى على مدى السنوات الماضية. أعزائي الأطفال، معرض عمان أرض الصداقة والسلام يحوي صور لجلالة السلطان قابوس المعظم السياسية والدولية وجولاته السامية في ربوع هذا الوطن المعطاء. السلام عليكم. مرحبا يا بطل، عرفنا عليك. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا على اسمك. أحمد. من وين يا أحمد؟ صلالة. دام أنت من صلالة، خلي أصدقائنا وأصدقائنا المشاهدين يعرفوا الأماكن السياحية الجميلة في صلالة. عين الأخرود، في عين صحنوت، وعين جرزيز، و وعين دربات، وأيضا سهل أتين، صح؟ مدام أننا نحن الحين في منطقة أتين، وبالضبط في أتينا لاند، هل جالك تزور أتينا لاند من قبل؟ نعم. لا، شفت الديناصورات ولا لا؟ أيوه. ولعبت؟ أيوه. إيش الألعاب اللي لعبتها بالضبط؟ سيارات. سيارات، أنت تحب السيارات صح؟ إنزين، أنا خبرتني العصفورة أن عندك مواهب عديدة ومنها كرة القدم، صحيح ولا لا؟ صح. دام انك تلعب كرة قدم، ايش انت اي عضو في الفريق؟ تمتن.
الكابتن، والكابتن ايش لازم يكون متميز بويش بالضبط؟ رجاء، الجرأة والقوة والسرعة، صح؟ صح. وإذا سوينا الحين نحن سباقنا وياك، من تتوقع أنه يفوز؟ أنا. متأكد؟ بيفوز هو؟ نعم. وإذا أنا وياك سوينا سباق، من راح يفوز، أنا ولا أنتي؟ أنا. أهلا فيكم، عرفونا عليكم. أنا اسمي أحمد. وأنت يا حلو؟ أنا اسمي إيهاب. أهلا فيكم، اللي عرفته أنكم مقيمين في صلالة، صح؟ صح. دام أمكم مقيمين في صلالة أكيد تعرفوا أماكن سياحية عديدة، عرفونا على بعض الأماكن السياحية اللي تحبوا تزوروها. إيتين وعين قرزيز وكل أماكن. وانت يا صديقنا الصغير ايش تحب تزور بالضبط في صلالة؟ عندنا أماكن سياحية عديدة، ايش أكثر مكان يشدك؟ إيتين. وتحبوا تزوروا أتينا لاند؟ نعم. وفيها أماكن كثيرة منها، وفيها ألعاب أيضا، صح؟ ايش الالعاب اللي تحبوها؟ السيارات. وانت؟ برضه السيارات. ما تحبوا النطاطيه؟ لا لا. وانت تحب النطاطيه ولا لا؟ لا. يعني بتخلوني العب وحدي في النطاطيه، ما بتشاركوني؟ ايوه. خلاص، دام انا احب النطاطيه تركبوا معي النطاطيه، طيب؟ طيب. انزين، الحين خلونا نتعرف على مواهبكم وهواياتكم. موهبتي كره القدم. وانت؟ كره القدم. اخوك الكبير اكيد يعلمك على كره القدم، صحيح؟ ايش العضو اللي تحبه في كرة القدم؟ الحارس. وانت؟ المهاجم. أصدقاء الأطفال، يتزامن فصل الخريف في صلالة بفصل الصيف في معظم مناطق السلطنة، فمن الرائع أن نستغل هذه الفرصة في زيارة الأماكن الحضارية والتراثية، ولا إيش رأيك يا زميلي محمد؟ وبكل تأكيد فرصة مثمرة لكل أحبائنا الأطفال أن يستمتعوا ويستغلوا هذا الوقت بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. فهذه الفترة هي فصل الخريف في محافظة ظفار، والخريف يستمر إلى أواسط شهر سبتمبر، فننتظركم لزيارتنا هنا في محافظة ظفار. أحبك يا بعد كل الأماني، يا داري وعزتي وتاجي وكياني، يكفيني فخر يا جلت أصلي عماني، وافتخر بأني عماني عماني، وافتخر جدا بأني عماني، والعماني شيء ثاني. وإذا تبغى الدليل يجيك واسمع قصيدي وجول صح الله لساني. أنا من دار قابوس المعظم سليل المجد يفخر في زماني، أنا من دار قابوس المعظم سليل المجد يفخر في زماني، أنا من دار قابوس المفدى وريث العز والعليا، مكاني ولدنا من بطن واحد ومجده تعدى مرحلة جدي فلاني، ولدنا من بطن واحد واسمه عمان أرض الأخوة والتفاني، عمان عمان أرض الكرم وأرض التسامح وأرض العلم وإعزاز المعاني، عمان أرض الأوائل دوم أول بلاد عمرها ما جات ثاني، عمان عمان أرض الأوائل دوم أول بلاد عمرها ما جات ثاني، وذا للطيب موطن فأنا أبصم أن الطيب جنسيته عماني، تربينا على مبدأ أساسه لأجل عمان هذا العمر فاني، ومن يغلط عليها بنص كلمة نقص لسانها في 4 ثواني، لنا أقوال ما تمحى وتشهد يخوت الفرس وبلاد اليماني، تسيدنا البحار واسم أحمد بن ماجد يزخرف في المواني، كيف أوصفك يا عمان والوصفك كل عمري ما كفاني، كيف أوصفك يا عمان والوصفك كل عمري ما كفاني، يا ذا التاريخ صاح بصوته عالي لوصف عمان لا أملك معاني، أنا بسكت وبترك شطر واحد عماني وافتخر بني عماني، أنا بسكت وبترك شطر واحد عماني وافتخر بني عماني، سلامتكم.
هذه هي كانت حلقتنا لليوم، تجولنا في زوايا عديدة وتعرفنا على أصدقاء كثر. وصلنا إلى ختام الحلقة، نتمنى أنكم قضيتم وقتا رائعا معنا، وإلى اللقاء. عالم الطفل عالم جميل مليء بالطفولة والبراءة، تكتسيه الإثارة والتشويق. غدا لقاء جديد يجمعنا بكم من محطات برنامجنا ألوان. إلى اللقاء.